إلى الأخبار المحلية، حيث تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بوجمعة بعين تيموشنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية عن طريق الإبحار السري بشاطئ تارغا 2. العملية أسفرت عن توقيف 14 مهاجرا من بينهم 3 قُصّر وامرأة حامل، كما تم حجز عديد الوسائل والمعدات. عماد الدين بالعرج. تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بوجمعة بعين تيموشنت من توقيف 14 مهاجرا بصدد الإبحار غير الشرعي نحو الضفة الأخرى، مع حجز العديد من الوسائل والمعدات. في إطار مكافحة هجرة غير شرعية خاصة به، تمكن أفراد فرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بوجمعة التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تيموشنت من إحباط عملية إبحار بشاطئ تارغا 2 بلدية أولاد بوجمعة، حيث تم توقيف 14 مهاجرا من بينهم امرأة حامل وابنتها القاصر وكذا 3 قُصّر آخرين، مع حجز قارب صلب محرك نوع يامها يقوة 115 حصان بحري وأربع صفائح بنزين سعة 20 لتر وكذا 12 هاتف النقالة لمبلغ مالي من العملة الأجنبية يقدر ب 1770 أورو. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم جميع الأطراف أمام سيدي الجمهورية لدى محكمة الأمنية.